بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في اولى حلقات برنامج الكاتب والسفير. ليه الكاتب والسفير؟ علشان احنا طبعا مصر تمر بمعركه بقاء، مصر تمر وتواجه معركه بقاء، اي وجود او عدم وجود، في ظل ما نشهده ونراه على الجانب الشرقي من محاولات تصعيد للارهاب، لكن في النهايه الاجهزه والجيش والشرطه قادرين على دحر الارهاب. قصه مش في مصر بس، قصه في الخليج العربي كمان، اللي تم رصد يعني محاولات ان هو ممكن يتم استهدافه خلال الفترة القادمة. وزي ما قالت هيلاري كلينتون قبل كده، احنا غلطنا لما بدأنا الربيع العبري، بقى مش الربيع العربي، عندما بدأناه بدول المغرب العربي كان لابد ان نبتدي من دول الخليج ومصر في اوقات المتزامنه. طبعا في حاجات كتير، تحديات كتير تواجه الدوله المصريه، كمان عندنا استحقاقات دستوريه سواء في انتخابات مجلس الشيوخ او انتخابات البرلمان. مجلس الشيوخ خلاص على ابوابها، هي فاضل كام يوم. كمان عندنا معنى كلمه وطن، احنا الوطن غايتنا والمواطن هو الهدف الاعلى عندنا في برنامج الكاتب والسفير. كلمه وطن واو، هي واو الوفاء، الطه اللي هي قصة الطيبة، النون النمائي والنقائي. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في الكاتب والسفير هنطير معاكم في كل بقعة وكل مكان. وقبل ما أعرف ضيف الكريم، نروح للسفير أنور المنشاوي عشان نشوف هيقول لنا إيه النهاردة. أهلا بيك أستاذ أنور. أهلا وسهلا، السلام عليكم. أهلا وسهلا بيكم في أولى حلقات برنامجكم الكاتب والسفير. الحقيقة غايتنا وما خلف الكواليس، والموضوعية غايتنا. سنجوب كل القرى والنجوع والمحافظات لنتعرف على أمالكم وطموحكم ومشاكلكم. سنكون أعين الحقيقة وسنطرح المشاكل والحلول والرؤية والخطط والأهداف في الكاتب والسفير. مفيش حدود ولا خطوات ولا خطوط حمراء إلا الوطن والمواطن المصري. طبعا في الكاتب والسفير هنكون صوت من لا صوت له، وهدف من لا هدف له، وحلم من لا حلم له. ان شاء الله هنعبر عن كل حاجه انتم حابين تشوفوها عشان ما نضيعش وقتنا، ونستفيد بالضيف القيمه والقامه القانونيه والسياسيه الكبيره، المستشار اشرف حليم، الخبير القانوني والفقيه الدستوري والمحلل السياسي والاستراتيجي. اهلا وسهلا بسعادتك. اهلا بحضرتك. طبعا لا صوت يعلو فوق صوت الانتخابات، سواء كانت مجلس شيوخ او البرلمان المقبله. نبتدي مجلس شيوخ، بصوت حضرتك مرشح للشيوخ، وعايزين نتكلم الناس يعني شايف اجواء الانتخابات ازاي وما هي اختصاصات مجلس الشيوخ. بدايه احنا بنهني الشعب المصري وبنهني العالم العربي بعيد الاضحى المبارك، كل سنه وهم طيبين، عاد الله عليهم باليمن والبركات. اما بالنسبه لانتخابات مجلس الشيوخ، هي نازله ساخنه السنه دي. انتخابات مجلس الشيوخ يعتبر اول سنه ليه بعد تعديله، ما كان الأول انتخابات اللي هي مجلس الشورى. طبعا الرئيس صد على انتخابات مجلس الشيوخ وصد على القانون هو ذات نفسه، في القانون 141 لسنة 2020، وعمل وعين الاختصاصات بتاعته في 5 اختصاصات. من اختصاصات مجلس الشيوخ واقتراح مادة أو أكتر بتعديل، الاقتراح بتعديل مادة أو أكتر من مواد الدستور. أخذ رأيه فيها مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات، مشروع القوانين ومشروع المشروعات المكملة للدستور. أخذ رأيه في الشؤون العامة والشؤون الداخلية والشؤون الخارجية. يعني لو احنا اتكلمنا ببساطة اكتر بالنسبة للمواطن المصري، علاقة مجلس الشيوخ بمجلس النواب، مجلس الشيوخ هو اللي بيعد، يعني هو بيعد القانون باقتراحه برأيه، انما اللي بيسن القانون ويشرعه ويوافق عليه هو مجلس النواب. فدي عملية تحضيرية قبل ما القانون ينزل قصاد مجلس النواب علشان يقر بيه او يشرعه. يعني العلاقة بينهم نقدر نقول ان هو ايه ببساطة كده، هو علاقة تكاملية، كل واحد بيكمل علاقة تكاملية بالنسبة لمجلس الشيوخ ومجلس النواب. يعني زي مثلا في المحكمة، مثلا المحامي بيعد القضية، بيكتب مذكرته، بيحط رأيه القانوني بالنسبة ليها، بيجتهد لان يوصل لأكتر رأي صائب بالنسبة للقضية بتاعته، في حين ان هو بيطرحها قدام القاضي، والقاضي هو اللي بيفصل فيها سواء بالبت او بالقبول بالرأي او بالرفض. فيعني العلاقة التكاملية ما بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب. أما بالنسبة للانتخابات، طبعا أنا شايف أنها انتخابات شرسة السنة دي بالنسبة للفردي. إحنا طبعا بندعم قائمة
القائمة الوطنية الموحدة. القائمة الوطنية الموحدة بندعمها طبعا، وأنا عن حزب الغد برضه بدعم القائمة الوطنية الموحدة. وبالنسبة للانتخابات حزب الفردية الغد لنا كلام كتير عنه، بعد ما سمو السفير يسألك السؤال التالي. ده أكيد. طيب احنا ده أكيد. بنوجه لسعادتك سؤال دلوقتي، كيف تنظر الحياة الحزبية والسياسية في مصر؟ الحياة الحزبية والسياسية في مصر، الحياة الحزبية والسياسية تقدر تقول الحياة الحزبية خدت طفرة غير مسبوقة، ما حصلتش قبل كده. النهاردة الأحزاب على وضع سياسي وعلى وضع معرفة بقى واسع. النهاردة في أكتر من حزب بالنسبة للدولة. أحزاب طبعا ليها قامة كبيرة جدا، سواء حزب الغد، حزب مستقبل الوطن، الحزب الجمهوري، حزب حماة وطن كتير، حزب الوفد. كل الأحزاب دي أحزاب واعية، أحزاب سياسية هادفة. النهاردة بقى ليها صوت بالنسبة للبلد. تعال بص، قبل الثورة ما كانش فيه كلام دون. النهاردة كل حزب النهاردة ليه أماناته، ليه سياساته، ليه اعضائه اللي هو بينتخبه، موجود سواء في الشارع مجلس الشيوخ، وشفناه في ازمات كورونا كمان موجود معانا. طفره بالنسبه للاحزاب، وده طبعا مش موجود. الكلام ده كان قبل 2011، ما تلاقيش الكلام دون. النهارده الشباب، تعالى الشاب كده قبل 2011 قول له في حزب تعالى انضم ليه، هيقلق يقول لك لا ليه انا مش عايز. النهارده الشباب هي اللي بتروح النهارده للاحزاب، عايز يمسك امانه من الامانات، عايز يمسك فرع من الفروع، عايز ينضم الحزب من الاحزاب. في طفره النهارده، الحياه اتغيرت. نقدر نقول ان في عصر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ده اصبحت اكيد حياة سياسية، اصبحت حياه سياسيه بتضاهي العالم كله، واوروبا وامريكا، وسياسات بقى ليها معنى في البلد. السياسات ليها معنى هنا في مصر اصلا. كان الاول مجرد ان هو كلمه ايه، حزب معارض، كان يعني كان الاول يعني اقول تكمله. النهارده لا، ده ليه دور فعلا، وليه فعل فعلا. السيسي طمأن الشعب، طمأن الشعب، انتزع الخوف من قلوب الشباب والجماهير. بالنسبه لحته المعايده دي احنا عايزين نوضحها برضه عشان الناس يبقى فاهماها. المعايده معايده وطنيه، ده اكيد ده معارضه وطنيه بتعرضها. يعني بمعنى معارضه وطنيه البناءه. عشان نوضحها للساده المشاهدين، هي الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما يقول لنا انتوا بتشوفوا الغلط والفساد وتسكتوا عليه. لا، انا مش هشوف الغلط والفساد ونسكت عليه، لا هنتكلم عنه ونحط الرؤى والحلول. ودي احد اهم اهداف حزب الغد، واللي علمها لنا مهندس موسى مصطفى موسى. ده اكيد. طيب الفيديو يا جماعه جاهز معانا ولا لسه شويه؟ يلا بينا نشوف الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيشكر مهندس موسى بعد ترشحه لانتخابات الرئاسه. عايز اقول لكم ان الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيعلمنا قيمه كبيره جدا، وهي قيمه الوفاء، وهي قيمه الشكر والعرفان بالجميل. المهندس موسى لعب دور وطني محترم جدا طبعا، عشان خاطر انتخابات الرئاسه، وعشان خاطر الشكل الخارجي امام العالم كله. وطبعا ولا يفتى ومالك في المدينه المستشار انور كان مع المهندس موسى في حملته. يعني ادينا بقى معلومات اكتر وتفصيل اكتر سمو السفير. والله انا كنت اللي انا اقدر اقوله ان الباشمهندس موسى كان في الوضع ده كان متضايق جدا، وكان حياه الهم مصر هتعدي الانتخابات دي ازاي. تقدم بالترشح علشان تطلع مصر في صوره جميله امام العالم، كان شايل همها، ما كانش همه أي حاجة إلا نجاح مصر. كان منتظر إن مصر تنجح أمام العالم، وهو بيقدر كل اللي بيعمله الرئيس السيسي من مشاريع ومن كل حاجة حصلت. وبنحاول إن إحنا في الفترة الجاية نكون في ظهر الدولة ومؤسساتها، وبندعم القائمة الوطنية. وزي ما قلت إن إحنا المعارضة الوطنية البناءة هي إن إحنا الانتقاد ووضع الرؤى والحلول. دلوقتي كمان في ملف مهم جدا يا سياده المستشار، وملف ليبيا لا صوت يعلو ايضا فوق صوت الملف الليبي وانتهاكات اردوغان في ليبيا. يعني شايف ملف الليبي ازاي؟ حضرتك الوضع في ليبيا دوان كان يعني ضمن مخطط ان لمصر برضه. النهارده ليبيا على الحدود الغربيه بتاعتنا كان فيها مجموعه، مش كان فيها ده، فيها مجموعه بؤر ارهابيه. تركيا طبعا زرعت البؤر الإرهابية، وفي نفس الوقت برضو حطت قواعد هناك، وده بيهدد أمننا احنا كمصر بالنسبة للضفة الغربية. فكان واجب على مصر طبعا التدخل بالنسبة للملف الليبي. احنا وليبيا نعتبر شعب واحد. لو انت بصيت على الخريطة هتلاقي تحس انها كتلة واحدة، مصر وليبيا. يعني ايد واحده ومصر يعني ده دول ان هو عمق استراتيجي، ده عمق استراتيجي بالنسبه للبلد، وصهر يعني واحد ونسب واحد. اما ما نتكلم عن انتهاكات اردوغان والبؤر الارهابيه اللي هناك، انت زمان ولغايه النهارده لما تيجي تلاقي شعبنا يسافر يقول لك انا مسافر ليبيا بالبطاقه، ده دليل على ان في اخوه بيننا ما بين بعضنا، وكانه مسافر محافظه من محافظات البلد هنا، هو مش مسافر دوله تاني. فالنهارده امن ليبيا هو نفس امن مصر.
الاثنين واحد ما ينفصلوش عن بعض. الرئيس النهارده لما تدخل بالنسبه للملف الليبي تدخل بشرعيه. النهارده كان جه حضر رئيس مجلس النواب في مصر، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الليبي وكان حضر حفتر قائد اللي الجيش هو الليبي، قائد الجيش الليبي، وبعدهم حضر القبائل الليبيه، وبعدهم لا ده الملف الاولاني اللي جم يعني ادوا الشرعيه لمصر وللرئيس السيسي على اساس ان هو يتدخل بالنسبه للبؤر الارهابيه اللي هناك وحمايه الجبهه الغربيه للدوله. وبرضه جت القبائل فيما بعد برضه عملت اجتماع مع سياده الرئيس السيسي بتفوضوا بالدخول لليبيا. فالنهارده احنا دخولنا شرعي. النهارده مصر ليها درع، ليها سيف، ليها النهارده جيش قوي يقدر يحميها ويقدر يحمي المنطقه كلها في حد ذاتها. النهارده جيشنا يعتبر من اقوى الجيوش بالنسبه للمنطقه، جيش مسلح على اعلى مستوى، جيش مدرب على اعلى مستوى. الرئيس السيسي نهض بيه يعني في فتره ما كانش مسبوقه قبل كده اهو. نشكر طبعا الرئيس السيسي، نهض بالبلد في كل شيء، نهض باقتصادها، نهض بجيشها، نهض بناسها ذات نفسها. فطبعا الملف الليبي يعتبر من ضمن العواتق على مصر على اساس ان مصر برضه هي امنها، هو امن ليبيا بالظبط يعني ما ينفصلش عنها. قبل ما نتنقل للسؤال الثاني، احنا طبعا هنقول ان كان في فيديو موجود مسجل للشهيد معمر القذافي لما بيقول لك ان هم عايزين يدخلوا ليبيا عشان يدخلوا مصر. ده بطبيعه الحال هي الهدف، مصر الهدف، مصر هي النهارده هم بيحاصروا مصر. ما هم الغرض ان ليبيا استعمارها وبرضه محاصره مصر من الضفه الغربيه، وزي ما قالت المقوله المعروفه اذا سقطت مصر سقطت الامه العربيه والاسلاميه. طبعا ما ننساش الجزائر وتونس ان هم في الجنب الثاني، هم عايزين فوضى للمنطقه كلها عشان يعرفوا يسيطروا على ثرواتها. بالنسبه لتونس يا استاذ انور، انا بحب ابشر يعني بدات عمليه سحب الثقه من الغنوشي والاخوان هناك واعداء الوطن في تونس. فان شاء الله الامور كلها هتسير في الوطن العربي على ما يرام. ان شاء الله ان شاء باذن الله. طبعا احنا بنسال حضرتك بنقول لك كيف ترد على من يدعونا شرعيه تدخل مصر في ليبيا؟ هو جاوب عليه. احنا جاوبنا دلوقتي، قلنا ان هو الشرعيه قانونيه بالنسبه لمصر. تمام. احنا قلنا ان هو رئيس النواب الليبي كان حضر مع حفتر وادى الشرعيه بالنسبه للرئيس السيسي للتدخل بالنسبه للملف الليبي، وجت حضرت بعد كده القبائل الليبيه وبرضه دول الشرعيه بالنسبه للدخول. فالنهارده وضعنا على مدار التاريخ كله الوضع شرعي، الدوله الفرعونيه احنا ومصر وليبيا كانوا واحد. انا يعني الوضع شرعي بالنسبه للتدخل المصري بالنسبه لليبيا. احنا مش داخلين كمستعمرين زي الناس، لا بالعكس. انا داخل دي دوله شقيقه، هو الشرعيه دي من الاستعمار، بحميها من الارهاب، بحميها من الدور من البؤر الارهابيه. للتوضيح هنا، الشرعيه دي موجوده عشان خاطر في اي وقت اذا تعدى الخط الاحمر زي ما الرئيس السيسي قال، اللي هو سواء سرت او الجفره، سرت او جفره هنتدخل عسكريا. ده حدود 1200 كيلو شحاويه مفتوحه. سرطة وجفره كان سبق برضو ان اتقال قبل كده، وانا قلت في الحلقات السابقه اللي قبل كده ان ده خط احمر. تمام. النهارده انت لو وصلت المرحلتين دول خلاص انت دخلت يعني وصلت لامن مصر. طيب الناس المشاهدين بقى كلهم يعني انا شايف رساله على الصفحه عندي عايزين يعرفهم ليه حضرتك نازل انتخابات مجلس الشيوخ وايه هو برنامجك الانتخابي؟ انا نازل مجلس الشيوخ ترشيح بالنسبه للبرنامج الانتخابي زي ما بتقول حضرتك كده. هو البرنامج الاول والاخير يعتبر هو الشباب. الشباب هي النهارده كل شيء. الشباب النهارده عايز عمل، ههتم بمواضيع العمل بالنسبه للشباب، ههتم بالمشروعات الصغيره بتاعتهم، هنهتم بالبطاله. هو ما فيش بطاله بس هنهتم بيها اكتر واكتر. إذا كان فترة عدت مثلا اللي هي فترة كورونا دي سببت شيء من برضو يعني من البطالة في حد ذاته، لأن حاليا دلوقتي مصر أصبحت خلاص عدت المرحلة دي في الوقت الحالي. ههتم بالشباب أولا وأخيرا، ههتم بمشاكلهم. أنا مكاتبي مفتوحة للقادر والغير قادر من الشعب ومن دايرتي ومن القاهرة، مش لدايره معينه، لاي يعني دايره. نائب لكل الشعب. نائب لكل سواء الشعب. سواء دخلت المجلس ما سواء دخلت المجلس او ما دخلتش، فانا بخدم يعني اهلي وناسي وكلنا واحد يعني. مكتباتي مكاتبي مفتوحه لاي فرد. فعلا حضرتك ذكرت نقطه مهمه ان اللي عايز يخدم مش شرط تحت القبه، لا تحت لا لا لا, لا, لا مش شرط تحت القبه طبعا، لا لا لا. اللي بيخدم بيخدم وطنه، بيخدم بلده، بيخدم اخواته، بيخدم قرايبه. الحياه كلها واحد يعني، مش شرط اساسي ان انا ابقى عضو برلماني على اساس ان انا اخدم الناس، لا لا.
والله احنا بنشوف لسعادتك على السوشيال ميديا تعليقات لحضرتك من بعض الناس بتشكرك انك انت بتقف جنب الناس بدون اي مقابل، الله يخليك، واي حد محتاج اي حاجه ما بتتخاش عنه، الله يخليك. ودي بتبقى حاجه كويسه يعني. الماده مش كل شيء طبعا، الماده مش كل شيء، وفي نفس الوقت برضه في يعني في المظلوم اللي محتاج اللي يقف جنبه، في المظلوم اللي محتاج ان يدعمه، في اللي عايز يعني، في ناس كتير بيبقى ليها قضايا وليها محاكم وكده، ما هياش قادرة. هل معنى كده ان هو يضيع حقه بالنسبة للبلد؟ هل هو مثلا مش بالنسبة للبلد، انا اسف، هل يضيع حقه بالنسبة للفرد اللي قصاده مثلا؟ أيه. او يتاكل حقه؟ لا لا، الاستحالة طبعا. طيب لازم نقف جنبه. ما هو سبب انضمامك الى حزب الغد؟ حزب الغد هو حزب عريق تحت قيادة باشمهندس موسى، مصطفى موسى، راجل له دور وطني، راجل محترم، سياسي محنك على أعلى مستوى. قامات حزب الغد كلها كوكبة حواليه، كوكبة حواليه، من الرموز والشخصيات من الرموز والشخصيات السياسية. يعني أنا من معاشرتي ليهم وقعدتي معاهم، حزب الغد الرموز السياسية بتاعته عبارة عن محافظين سابقين زي سيادة الوزير المحافظ أحمد عبد الله، مديرين أمن، مدير أمن إسماعيلية، حضرتك اللي هو منصور رفاعي، دكاترة اللي هو محمود منصور اللي هو محمود كمال الهيئة العربية للتصنيع، كوكبة، أحمد ونيس، كوكبة كبيرة جدا. أسف إذا كنت هنسى حد فيهم. طبعا كلهم سياسيين محنكين كتير جدا موجودة، واحنا عايزين نسمع وزارة الكهرباء والفنان أحمد سلامة لو قعدنا من هنا. ما هو كلها رموز كبيرة جدا. الباشمهندس موسى، أحمد موسى، يعني راجل موسى مصطفى، موسى مصطفى موسى، راجل يعني سياسي محنك، سياسي عارف بلده، ليه كاريزما كده مختلفة كده، ويعني تحس ان انت في وسط ناسك كان ليها الشرف. غير الاصوات اللي خدها، غير شكرا سيادة الرئيس فيه، فكل دي اوسمة اكيد. كان ليه الشرف طبعا بالانضمام معاه، وانا برضو بشكره كتير. هو يعني كان لسه لغاية الكلام ده، كان لسه امبارح اصدر توجيهاته وتعليماته بالنسبة لقادة حزب الغد، بانهم يساندوني، بانهم يكلموا الامانات في البتاع ده في الكهرباء الكامل، يساندوا اشرف حليم على اساس ان انا المرشح عن حزب الغد بالنسبه للقاهره. ايوه، رمز الفيولة طبعا، ومش لوحدي طبعا، ده بيساند جميع المرشحين طبعا. يعني ده برضه بيوصي بالنسبه للمحافظات الثانيه، وحتى رمز نقدر نقول اللي هو يعني في تفاؤل ان شاء الله باذن الله. اكيد المهندس موسى عمل الدعايه كتير للقائمه الوطنيه على مستوى مصر، هو بيدعمها طبعا. احنا المهندس موسى دايما معلمنا ان ندعم كل ما هو وطن وكل ما فيه مصلحه الوطن. اكيد. ده زائد ان انا اسف تعبير برضه بالنسبه لقامات حزب الغد، انا بشكر برضه حزب الغد ذات نفسه كقيادة. يعني من قيادات حزب الغد كيان برضو سياسي وطني. إيه؟ يعني أنا أذكر الأستاذ محمود موسى اللي هو الأمين العام لحزب الغد، رجل محترم جدا، توجهاته على أعلى مستوى برضو. الأستاذ اللي هو مستشار القانوني سمير عليوة، راجل برضو يعني تعب معايا كتير، وجهني كتير. أنور منشاوي جدا يعني كلهم ناس افاضل برضو، ومشار الاعلامي برضو اللي هو قاعد مستشار الاعلامي اسمه الاستاذ محمود كمان طبعا ما ننساهوش، والاستاذ اسماعيل طبعا. احنا انا اسف اذا كنت نسيت حاجه، بس شرف ليا كلهم. الاستاذ هشام، طب سريعا علشان خاطر احنا يعني قدامنا في دقيقه كده او دقيقه ونص، قول لنا رايك في الاوضاع الاقتصاديه في مصر وعدم تاثر مصر بكورونا. رأيي في الأوضاع الاقتصادية بالنسبة لمصر طبعا، إن الاقتصاد بالنسبة اللي مر بيه العالم في خلال الثلاث شهور أو أربع شهور اللي فاتوا دولا، طبعا ما فيش بلد ما اشتكتش من الاقتصاد بتاعها. إنما نقدر نقول مصر الحمد لله، نقدر نقول إنها واقفة على رجليها، اقتصادها منتعش، اقتصادها كويس، اقتصادها حر. يكفى ان الرئيس السيسي، تعال بص كده للثلاث شهور اللي فاتوا، كان متوفر عندنا وهو قال ما تخافوش احنا عندنا مخزون لمدة ثلاث شهور. النهاردة كانت الناس قاعدة في بيوتها، كانت الاعلانات بتنزل اقعد في بيتك، وفي نفس الوقت برضو السلع متوفرة، سلع تموينية، أدوية، كل الكلام ده كان متوفر. والمنظومة الصحية يا فندم، المنظومة الصحية اللي عملها ان الجيش ينزل يحافظ عن البلد، ينزل يعقم المنشآت، يعقم الشوارع،
يعني ده ما حصلش في اي بلد من البلاد. ده نبص لامريكا، ده في يعتبر ولايات من ولايات امريكا فيها مجاعه، ما فيش لا اكل ولا شرب. الحمد لله النهارده البلد لمده 3 شهور 4 شهور اللي هي بتاعت كورونا دي واقفه على حيلها، اقتصادها موجود، حاجتها كلها موجوده، الشعب ما حسش بان في حاجه ناقصه. لا وصادرات صادرات الفواكه بالعكس، ده مؤشر نجاح كبير للقياده السياسيه، وده مؤشر نجاح طبعا للقياده السياسيه. كان في اعلى مستوى نقدر نقول ان زمان ما عشان الوقت خلاص دهمنا. كلمه اخيره طيب بقى لاهالي القاهره والشعب المصري، كلمه اخيره. طب انا كنت عايز اقول كلمه برضو قبل الكلمه الاخيره. نقدر نقول ان زمان برضو يعني ايه، كان مصر مرت برضو بحاجه زي كده. هو كان ايام النبي يوسف، كان لما حلم الفرعون بان جاي 7 سنين عجاف بالنسبه بالنسبه لمصر، طبعا ربنا خصص لها ان هو نبي يمسك مصر يحيل بيها من السنين العجاف من ال7 سنين دي، واكلت العالم كله ما كانش فيها مشكلة. كان بيجي العشائر من جميع بلاد العالم اللي حوالينا على اساس انها تاخد قمح من مصر. الكلام ده في ايام الفراعنة. نقدر نقول انها اتجددت تاني برضه في عهد الرئيس السيسي، انها ما مرتش بالمرحلة دي. تلاقي البلاد كلها النهارده في حالة جوع، في حالة قلق. عشان يعني عشان خاطر المخرج يعني رسالة أخيرة للشعب المصري. الرسالة الأخيرة للشعب المصري، يعني انتخابات مجلس الشيوخ ما تقلش أهمية عن انتخابات مجلس النواب. بقول لهم لازم يبقى في ناحية إيجابية من الشعب، لازم ينزل يشارك، لازم ينزل ينتخب. ولما تنتخب لازم تنتخب الصح، تنتخب العضو اللي هيمثلك فعلا، تنتخب اللي هو ما هو أصلح للبلد سواء لي أو لغيري. يعني انت تشوف الصح فين وتعمله. المهم تنزل تشارك، وعايزين المشاركه امام العالم، وده شيء مهم جدا عشان الاقتصاد. طبعا اكيد مشاركه قصاد العالم بحاله. عايز اقول لكم يا جماعه ان المشاركه كمان دي اول انتخابات مجلس الشيوخ بعد 30/6، عشان خاطر الشهداء اللي ضحوا بارواحهم عشان نبدا، عشان نستقر ونشوف رؤيه مصر 2030 ونشوف المشاريع والحاجات العظيمه اللي بيعملها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. كلمه اخيره بقى سيبك تقولها يا سياده السفير. احنا بنتمنى ان شاء الله ربنا يوفق مصر والانتخابات تكون على اجمل وجه، وبندعي الناس كلها ان هي تشارك لان ده عرس انتخابي، وطبعا هكون بيه امام العالم وبنقول للعالم ان احنا في احسن حال، في عز الحروب، في عز ازمه كورونا، احنا الحمد لله مستقرين. ونشكر السيد الرئيس السيسي على المشاريع اللي عملها وان شاء الله مكملين معاه. يعني في النهايه اخر حاجه عايز اقولها لكم، تسلم الايادي، تسلم الجيش وشرطه بلادي، مصر المستقبل هتبقى افضل باذن الله سبحانه وتعالى. على امل اللقاء في حلقه قادمه من الكاتب والسفير. في امان الله.